توقع نتيجة الماتش النهاردة علشان يكون عندك فرصة انك تكسب احدث تليفون اوبو باربع كاميرات من سلسلة رينو 3. زي ما حضراتكم عارفين اوبو هي الراعي الرسمي للدوري المصري لثلاث مواسم متتالية. دلوقتي والنهاردة بيقدموا خمس تليفونات لخمس فائزين سعداء الحظ اللي هيتوقع النتيجة صح. منتظرين مشاركتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة، وتوقعوا نتيجة المباراة والتوقع الصحيح هيفوز معنا بأوبو إن شاء الله. النهاردة بإذن الله مباراة مهمة جدا بين فريقي الأهلي وإنبي، مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ15، مواجهة مرتقبة بين مستر فايلر والكابتن حلمي طولان. النهاردة المارد الأحمر بيبحث عن الفوز الـ17 ليواصل انتصارات. لو إحنا فاكرين